نعمل في إحدى المحاجر في الصحراء بجوارنا مزرعة فواكه عند الجوع نأكل منها دون إذن صاحبها الناثم، لا بد من استئذانه لأنكم عدد وهذا سيضر بالمزرعة يضر بصاحبها. هذا يفرق عن شخص جائع عندما صحح الخبر وإن كان الخبر في نزاع أنك تنادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه إلا أكلته. فهذا الحديث طرق فيها مقال حسنه بعض العلماء بمجموعها وقال فريق من العلم إن المعارضات له قوية جدا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأنتم عدد كبير إذا تسلطتم على المزرعة خربتموها للرجل